واحنا بالايام الاخيره من شهر رمضان، اذا كنت تشعر انك استثمرت هذه الفرصه بالدعاء الك ولاحبائك وانك ما نسيت احد، فابقى وياي خلال هذه التجربه. ممكن تكون نسيت احد معين. السلام عليكم. السلام ورحمه الله حبيبي. بالبدايه اريد تتخيل نفسك انه انت تشتغل في شركه معينه، ومدير الشركه انطاك فرصه لمده شهر، ايش ما تشتغل بهالشهر تاخذ ضعف الاجر المعتاد. فاريد اسالك يعني شلون راح تستثمر هذه الفرصه؟ والله الاستثمار هذه الفرصه اذا كنت تقدم ساعه، تقدم ساعتين او ثلاثه، يعني لازم استثمر. كيف اشتغل اضافي؟ استثمر هذا. يعني انت لابد تبذل جهد. يعني جهد مضاعف بيكون، يعني الان يمكن كان جهدك خلينا نقول على حسب 50%، لابد حتوصل الى 100%. اكثر من مضاعف، يعني عمال نكثرها، البضاعه نكثرها، نركز على الشغلات المهمه اللي تمشي في هذا الموسم. يعني هي صدق فرصه، يعني فرصه عمليه، يعني اثبات الوجود شخص المقابل. يعني لسه ما فرصه، انا اذا كنت اشتغل فت 5 ساعات او 10 ساعات راح اضغط على روحي، يعني مدة اشتغل 15 20 ساعه لان هي فرصه بعد. إن مثلا اتحمل ضغط العمل لساعات اكثر حتى يكون اجر اكثر. اذا من كرم الله سبحانه وتعالى ونعم الله انطانا شهر رمضان 30 يوم جعل حتى انفاسنا به عباده، والدعاء به مقبول وابواب السماء مفتوحه. فهل تشعر انك استثمرت هذه الفرصه بالصوره الصحيحه؟ ولكن قبل الاجابه اريد انطيك رساله تسمعها وتتخيلها بصوت مرسل. تمام. لو كانت هذه رسالة الإمام المنتظر لك، فماذا ستكون ردة فعلك؟ إلى جنودي وقادة جيشي، إلى المحبين والخدام والبكائين في عزاء جدي. أما بعد، لقد طال انتظار لقياي بكم، وكبر شوقي إليكم، وأعلم أنكم تنتظرون لقائي، ولكن احرصوا على أن يكون بياض صفحاتكم شبيها بمقدار شوقكم إلي. استثمروا هذه الليالي في استغفار ذنوبكم والدعاء لي بتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجكم. تيقنوا أني سأقرأ رسائلكم وأحفظ أسماءكم. كنا تفسير وخجل من الإمام عز الله في هذا الشيء مقصر طبعا. وأول شيء الإمام المهدي اللهم أعطيك ونفع سمعان زماني ما نسيت الميدة، ما نسيت ما نسيت لا أحسنت. لا يمكن أن احنا ننسى المكان، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى القبول في كل وقت. احنا ندعو بتعجيل فرج المرأة، من واجبنا ومن ثقافتنا ومن اللي نجبلنا على هذا الشيء. لا بالتأكيد، لا قصور، كنا قصور تقريبا. خلينا نقول يعني ظروف الحياة ما اختفت سهم كبير من يومنا. خلي دعاء لإمامك يعني همك، يعني عرفت شلون؟ لأن هو يحل مشاكلنا إذا صار الفرج. احنا اليوم كله احنا مفروض ندعي الإمام بالفرج. يعني بعد احنا ننتظر إن شاء الله الإمام بفارغ الصبر، وإن شاء الله أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه.